بعد مأساة الطفل المغربي مشاهدينا ريان، تحرك وترقب لمصير الطفل السوري فواز الاقطفان، حيث انتشر وسم أنقذوا الطفل فواز على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل العمل على إطلاق سراحه، بعدما انتشر مقطع فيديو له يوثق تعرضه للعنف والتعذيب على يد خاطفيه. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في مشهد مؤلم لا يحتمل مقطعا مصورا لطفل مختطف يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم. ويظهر الطفل البالغ من العمر 8 سنوات في الفيديو وهو يتعرض للضرب بشكل وحشي، بما يبدو أنه حزام جلدي ومستلقي على سرير، ويبكي ويتوسل خاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه قائلا: مشان الله لا تضربوني. أعتذر لمشاهدين عن هذا الفيديو، صراحة هو فيديو مؤلم، ولكن مع الأسف الشديد مثل هكذا فيديوهات أستاذ هادي نتابعها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. مع الأسف العصابات المجرمون يتفننون في إظهار هذه الصور في تعذيب ضحاياهم وتحديدا الأطفال. هذه القصة أثرت بشكل كبير على الناس، خاصة بعد مأساة الطفل ريان الذي توفي إثر وقوعه في بئر. هذه القضية تعني الكثير ليس فقط للسوريين سيد الكريم، قضية فواز، خاصة أنه سمعنا أنه غدا الأربعاء هذه العصابة أعطت فرصة أخيرة لذوي الطفل من أجل دفع الفدية. يعني هم باعوا أموالهم وذهبهم وأرضهم ولم تكفي الأموال لدفع الفدية، وبالتالي هناك تهديد جديد بحال لم يتم الدفع غدا سوف يتم قتل الطفل، أو يعني أشياء كثيرة تم تهديد الأهل بها. حدثنا عن هذه القصة المؤلمة، أين وصلت؟ نعم، للأسف الأطفال في سوريا منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة السورية هم أكبر الضحايا. نعم، واضح أستاذ. محاولات النظام، نعم، إغلاق هذه، هل نعم تسمعين؟ نعم. راجع الصوت الآن. هم أكثر من دفع الثمن، هم الأطفال في سوريا للأسف هم أكثر من دفع الثمن في محاولات النظام لإطفاء الثورة السورية من اليوم الأول. نعم، التي شرارتها كانت اعتقال أطفال لأنهم طالبوا بالحرية وكتبوا شعارات تطالب بالحرية والديمقراطية، وبعد ذلك مارس الاعتقال وحرمان الاعتقال للأطفال وحرمانهم من حقهم العيش بين والديهم من خلال اعتقال الأب أو قتله أو تهجيرهم، إلى أن وصلنا إلى قصة الطفل فواز قطيفان الذي خطف وهو في طريقه إلى المدرسة من 3 أشهر. أي منذ 3 أشهر، يعني هي فترة طويلة. يعني نعم. هل يعني السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا لحد الآن لم يتم يعني معرفة أين وجوده أو أين هو مختفي، وتحديدا العصابة يعني لهذه الدرجة؟ هناك فوضى كبيرة في سوريا حتى لا يتم معرفة أين الطفل؟ بالضبط آنستي، المنطقة التي خطف فيها الطفل هي منطقة مصالحات، والنظام هي بلدة إبطع في ريف درعا. نعم، بلدة إبطع في ريف درعا التي دخلها النظام وأجريت هناك تسويات، ولكن النظام صب كل مصلحته في إخماد الثورة من خلال عدم المطالبة بإسقاطه. أما الأمور المتبقية، بسط الأمن، هذا لا يهمه ولا يعني له شيئا. نعم أستاذ هادي. وبالتالي نشأت هذه العصابات
التي تمارس الابتزاز، وحيث وثقت شبكة أحرار حوران في العام الماضي 40 حالة خطف. نعم. ولو شاء النظام لعرف مكانه من مكان الطفل فواز من اليوم الأول، هو قادر أن يحضر أي شخص يضع لايك على منشور ثوري، أو يعلق بتعليق بسيط، أو يرسل رسالة عبر الواتساب. ولكن هذا ضده. طفل، يعني حتى أهله ليسوا تابعين لا معارضة ولا لغير معارضة، فبالتالي يعني كيف لحد اليوم بعد 3 أشهر لم يتم العثور عليه؟ أين هو؟ هذه التهديدات المستمرة. دعنا سيدي نستمع ونتابع ما قاله عم المخطوف الطفل فواز السيد مصعب قطفان. طفل انخطف ب2/11 بال21 وهو رايح على مدرسته بين الساعة 7:15 والـ7:30. نعم. طفل وحيد على 3 بنات طبعا، وطفل عمره 8 سنوات الصف الثاني. الخاطفين كان عبارة عن دراجتين ناريات تنتين، دراجة عليها زلمة وأنثى مخمرة، والثانية عليه سلمتين 8 ملثمين. نعم. الأنثى دلت على الطفل بالاسم يعني مقصودة، وأخذوا الطفل وشالوه وطلعوا فيه، ولحد الآن هو مخطوف بين يديهم، صار له تقريبا 3 شهور وشوي. وبعد مفاوضات بعنا طبعا أرضنا وبعنا ذهب نسواننا، وما لمينا كل المبلغ. اتصلنا عليهم أو بعثنا لهم على التليجرام، طبعا المحادثات كلها على التليجرام برقم أمريكي كأنه مخفي. تواصلنا معهم وقلنا لهم المبلغ اللي انجمع تقريبا 250 مليون، هذا اللي قدرنا احنا نبيع أرضنا وما ظل معنا أي شيء. فثاني يوم نتفاجأ، ما رضيوا طبعا بالمبلغ، ونتفاجأ انهم باعثين مقطع يعذبوا الولد، مقطع محزن للجميع، مدمي للقلب. ولحد الساعة أعطونا مهلة ليوم الأربعاء. أول شيء الله يطلع ابننا بخير وسلامة. نعم. وبوجه نداء للخاطفين إنه يتقوا رب العالمين بأولاد هالناس، يتقوا رب العالمين بهالحياة اللي إحنا بنمر فيها طبعا. وبخص بالذكر بالنسبة للأطفال، طفل عمره 8 سنوات، شو ذنبه لبين ينخطف؟ فعلا ما ذنب الأطفال، أطفال سوريا. عودة لك أستاذ هادي، أكيد سمعت معنا هذا التسجيل اللي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيد مصعب قطيفان. أكيد قضية إنسانية للأسرة وأيضا للعالم بأسره، أنه ما زال إلى يومنا هذا الطفولة ما زالت تهان، لا يوجد حماية للأطفال، خاصة في البلاد التي تعاني من صراعات وحروب، وأكبر مثل على ذلك أطفال سوريا. نعم أنستي، فهذا الأسبوع تم إلقاء القبض على عصابة للخطف في بلدة سحم. نعم. لا تبعد كثيرا عن بلدة إبطاء. نعم. بلدة فواز قطيفان، وتم محاكمتهم عشائريا. فالأهالي هناك لا يثقون بالنظام لكي يعاقبهم أو يردعهم، فتم معاقبتهم عشائريا من خلال دفع مبلغ وإبعادهم عن المحافظة. وأهل الطفل فواز أعلنوا اليوم بأنهم قد تم جمع المبلغ وهم بانتظار اتصال من العصابة، ولكن بنفس الوقت قوات النظام والفيلق الخامس المدعوم روسيا جاءوا إلى بلدة إبطاء البارحة كتحرك أنا أعتبره متأخر ولا يهدف بشكل فعلي الى ايجاد الخاطفين. هم يستطيعون ولكن ايجاد الخاطفين، ولكن الا تعتقد استاذ الكريم، يعني هل النظام السوري مسيطر على كل الاراضي السوريه ام لا؟ حاليا لا يوجد اي قوه فاعله على هذه الارض غير النظام السوري.
لأنه كان حسب هناك معلوماتنا هناك أطراف كثيرة تتدخل في سوريا، وبالتالي من الصعب أن نضع أصابع الاتهام على جهة بعينها في مسألة خطف فواز. ما أعلمه بشكل جيد وأنا ابن درعا، في درعا حاليا لا يوجد إلا النظام السوري والروسي والإيراني. حتى عناصر الجيش الحر سابقا الذين رفضوا التسويات خرجوا إلى إدلب أو تم تصفيتهم أو إبعادهم. نعم سيد. طيب يعني السؤال الآن، يعني لو بالفعل كما ذكرت جمع المبلغ لدفعه لهذه العصابة، اللي نحن لا نتمنى أن تصل الأمور فقط إلى يعني تسليم الطفل وإعادته إلى أهله سالما، وإنما نتمنى أن هؤلاء المجرمين وهذه العصابات أن يتم بالفعل محاسبتها، معاقبتها، سجنها، لا أن تكون حرة اليدين طليقة بهذه الطريقة البشعة. يعني للأسف هذا ما نتمناه، ونعرب هنا عن مخاوفنا بأن يتطور الأمر وتصبح تجارة الأعضاء هي السبب لخطف هذه الأطفال، ليس فقط الفدية. نعم شكرا جزيلا سيدي، أرجو أن تبقى معي. سأخذ اتصال من الأخ عمر يحدثنا من الجزائر. أخ عمر تفضل. عمر السلام عليكم أختي وجدان. السلام، أهلا وسهلا تفضل. أولا بدءا ببدء، اللهم انصر إخواننا في قطاع غزة الحبيبة، اللهم أعنا على استرجاع بيت المقدس. وأقول للصحف الصهيوني أننا قادمون إلى بيت المقدس، ولن ننتظر الإشارة لا منك ولا من غيرك، لأن القدس هي أرض الإسلام وأرض المسلمين، مثلها مثل مكة والمدينة المنورة. أقول لهذا الصهيوني، معلش أخي عمر، يعني موضوعنا اليوم. وأقول لك أختي بالنسبة لهذا الابن، ابن سوريا هو ابن العرب وابن المسلمين. نقول لهذه العصابات التي تختطف هؤلاء لأنها هي من عصابات الأنظمة، وهذا هو عمل العصابات المنظمة داخل العصابات التي تسير الأوطان العربية. نقول لهم ستأتي ثورة عربية عارمة مثل ما جاءت في أوروبا الشرقية وحطمت سور برلين والشيوعية الحمراء، سنحطم هذا الاستبداد. شكرا جزيلا أخي عمر، شكرا على هذه المشاركة. وأخذ اتصالنا الأخت أمينة، واعذروني لأن الوقت داهمنا ويجب أن أعود إلى الضيف. أستاذة أمينة أهلا ومرحبا تفضلي أختي. والسلام عليكم وعلى كافة الطاقم المغاربية وعلى الشعب السوري خصوصا. شكرا. الذي انتهكت أعراضهم وهم في بيوتهم. أنا أتحدث على سوريا التي لم يقم الشعوب العربية كافة باش يحموا هذا الشعب من انتهاكات الذي أقامت بها روسيا. هو طفل بريء، طفل لم يرى نور الدنيا. خطفوه هذا رجال، هذا آدم في هذا الزمان يدي الطفل يعذبه، هذا عذاب كما عذبوه، كأننا في عصر الجهالة. كلنا في، لماذا أنزلت الأنبياء لنصرة الأطفال؟ هذا الأطفال اللي انتهكوا في عرض سوريا، انتهك على ما قاموا داروا الحدود كما داروها في أوكرانيا. أوكرانيا قامت، أوروبا وقامت، أمريكا وقامت دارت الحدود لروسيا، والسوريين ساكن انتهكوا أعراضهم، ماتوا برا وبحرا. شكرا على هذه المشاعر أختي فاطمة، عفوا أختي أمينة، شكرا على هذه المشاركة. ومعي أخت فاطمة تفضلي. أختي فاطمة السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. وساكي يا أستاذة، لاباس بخير؟ مشكورة. أهلا لاباس الحمد لله. فيما يخص الموضوع اللي كنت هضروا عليه، أنا شفت يعني تفاعلت مع هذاك الفيديو تاع السوريين وقاعدتك. مي بصح أنا عندي مشكلة هنا في الجزائر. المشكلة أنه الأولاد، أنا يعني في قطعة التربية، الأولاد صح ما مش متربيين، صح الأسر ماهيش تدير في مجهود باش تربي ولادها باش تعتني بهم. قاعدين حنا لا تيغي بالخبزة، لا تيغي وقتاش ياكل يخدموا يعني. لكن فهمتي كيفاش أختي؟ نعم فهمت عليك. نعم فهمت عليك. يعني المشكلة أنا فيه. نعم. يعني إحنا التي هما سوار التي بالأمن والأمان، مساكن ما قدروش يعني الحكومات تاعنا من وصلتنا، وإحنا أنا لاتين غير بالخبزة والولاد هم ضعوا في وسطنا. فهمتيني يا أستاذة؟ نعم مشكلة
نعم. او مشكل في قطاع في قطاع التربيه في الجزائر، او مشكل نعم مشكل في التربيه، يعني راه شيء يؤرق فعلا. فهمتيني استاذه؟ يعني ونحن نتمنوا يكونوا قوانين وتكون اعانات دوليه هكذا باش الاولاد يكونوا في المستوى فيما يخص التربيه ويخص العنايه ويخص كلام مهم. شكرا استاذه فاطمه، شكرا. اكيد الحديث بقيه، واتمنى منكم ان تتواصلوا معنا وتطرحوا افكاركم وهذه المشاكل، على الاقل نتحدث فيما بيننا. لا بد ان يكون هناك حلول لتنهي هذه المشكله، خاصه فيما يتعلق بالاطفال والتربيه. عوده بعجاله الى الاستاذ هادي، طولنا عليك اليوم كثير استاذنا الكريم، شكرا. اكيد جزاك الله خير وهذه في ميزان حسناتك. سؤالي لك، التخوف من غدا، هل بالفعل هذه العصابة تعتقد بأنه ستأخذ المبلغ وتترك الطفل فواز؟ أنا تخوفي من أنه فواز يعود بصدمة نفسية كبيرة، خاصة بعد التعذيب والضرب الذي تعرض له. بالضبط أنستي الكريمة، على جميع الأحوال الطفل فواز لن يمر هذا الاختطاف والحجز الطويل والتعذيب مرور الكرام، هو سيخسر امورا كثيره، ولكن الخوف من ان يصبح هذا السلوك مهنه تمتهنها هذه العصابات في ظل وجود الفقر واهمال النظام لمصادر العيش وفرص العمل. وربما المشكله الاخطر بانه الطفل المعنف هو ايضا سيكبر وسيمارس التعنيف على غيره، وهنا المشكله تكمن، يعني يصبح سلوك عادي مع الاسف. للأسف نحن الآن سيكون لدينا جيل كامل تعرض للتعنيف خلال 10 سنوات، لا يوجد طفل إلا شاهد القتل، شاهد التدمير، هدم بيته، هدمت مدرسته، قتل أبوه، قتل أخوه، اعتقل. أكيد معتقلة لغاية الآن. نعم، أكيد للحديث بقية أستاذي الكريم، المستشار القانوني ومدير جمعية رعاية شؤون المهاجرين الأستاذ هادي المعاني، كنت معنا من السويد، شكرا جزيلا، تحياتنا لك. أكيد للحديث بقية. مشاهدينا نشكر حسن المشاركة، ونلتقي بإذن الله في القريب العاجل، تحياتنا لكم وإلى اللقاء.